مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة إن شاء الله بإذن الله كالعادة هنلف على الدوريات الخمس الكبرى وخاصة الدوري الإنجليزي البريمير ليج. الحقيقة في الأسابيع الأخيرة يعني بيزداد اشتعال وإثارة ورغبة من أندية كثيرة جدا لاعتلاء القمة. هنشوف البريمير ليج، وكمان هنتابع مع حضراتكم الجولة الرابعة من طبعا الشامبيونز ليج الأوروبي، والحقيقة مفاجآت كثيرة جدا جدا في هذه البطولة. وإن شاء الله بإذن الله هنتابع مع حضراتكم كمان مهم جدا، يمكن ناس كتير ما تعرفش إن الشامبيونز ليج السنة اللي جاية هيكون ليه وضع مختلف تماما، هيكون نظام مختلف تماما عن السنوات الماضية. في فرق كتير، عدد الفرق هتزيد إن شاء الله بإذن الله. هيشرح لنا بالتفصيل الناقد الرياضي النهارده نجمنا وضيفنا النهارده الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي. هنناقش معاه ملفاتنا النهارده وخاصة الشكل الجديد للتشامبيونز ليج الأوروبي بأعداد كبيرة جدا، بتصفيات مختلفة، بفرق مختلفة. فهنشوف ده مع إيهاب إن شاء الله من خلال حلقتنا النهارده. لكن كالعادة خلينا نبدأ طبعا بنادينا العظيم النادي الأهلي. الحقيقه خلاص فرقتنا خد اللي طبعا بره الاختيارات الدوليه، فرقتنا النادي الاهلي خد اجازه الاسبوع بعد طبعا انتهاء المباريات المؤجله. النادي الاهلي كان عنده اربع مباريات مؤجله في الدوري، خاض منهم ثلاث مباريات، متبقي مباراه واحده مع بلديه المحله، ولكن النادي الاهلي بيعتلي الصداره في جدول الدوري العام بعد طبعا الفوز في مباراه المقاولين وسيراميكا ثم التعادل مع الجونة علشان يتساوى مع فريق بيراميدز في عدد النقاط، ولكن في عدد الأهداف النادي الأهلي هو الفريق المتصدر البطولة لغاية دلوقتي. الحقيقة كنا نتمنى، أكيد كنا نتمنى الفوز في مباراة الجونة، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. الفرقة عملت يمكن الشوط الثاني أفضل كتير أوي من الشوط الأولاني، كلنا كنا منتظرين الفوز في هذه المباراة، لكن لسه المشوار طويل. الحقيقة المشوار لسه طويل، ويمكن الفترة اللي فاتت في بعض التخبط شوية في أداء النادي الأهلي على المستوى الفني، على مستوى خاصة مش متعودين إن النادي الأهلي يعني شباكه تهتز كثيرا في المباريات. الحقيقة فترة مهمة جدا جدا الفترة اللي جاية خاصة لمارسيل كولر، الحقيقة اللي هيعيد أكيد حساباته وهيعيد شكل كبير جدا جدا لفرقة النادي الأهلي في الفترة اللي جاية.